ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الناقد الرياضي إيهاب الفولي. بداية مساء الخير أستاذ إيهاب، وكنت عايز أعرف من حضرتك التفاصيل داخل النادي الأهلي ومن تقدم بالترشح للانتخابات حتى الآن. مساء النور، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدي أون لايف. أهلا بيك. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، والنهاردة تم فتح باب الترشيح. عادة في انتخابات النادي الأهلي في اليوم الأول بتبقى الرؤية بتبقى غير واضحة، يعني بيبقى كلا القائم أو القائم اللي بتبقى مرشحة بقوة للتقدم أو الترشح للنادي الأهلي بتفضل لمجلس إدارة النادي الأهلي بتفضل التريث والتماهل لحين قبل غلق باب الترشح في اليوم الأخير بساعات قليلة، وهذا ما عهدناه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي. حتى اللحظة الحالية لم تتقدم قائمة المهندس رئيس الحالي للنادي الأهلي بالترشح أو بالإعلان عن تشمل القائمة من أسماء، وبالفعل وبالمثل أيضا قائمة الكابتن محمود الخطيب المرشح المحتمل ونائب رئيس النادي الأطلق، نائب رئيس النادي الأهلي الأطلق لم تترشح القائمة حتى هذه اللحظة لانتخابات النادي الأهلي. ولكن المتابع للأحداث خلال الساعات القليلة منذ على ما يبدو انقطع الاتصال مع الناقد الرياضي إيهاب الفولي. في حال عودة الاتصال سنوافيكم بتفاصيل أكثر عن انتخابات النادي الأهلي. ينضم إلينا هاتفيا الناقد الرياضي إيهاب الفولي مرة ثانية. أهلا بك أستاذ إيهاب. أهلا بك يا أستاذة. يعني زي ما تحدثت قبل انقطاع الاتصال، قلت لحضرتك ان كلا المعسكرين سواء قائمة الكابتن محمود الخطيب او قائمة المهندس محمود طاهر تكاد تكون يعني ملامحها قد تبينت للقاصف الثاني داخل القلعة الحمراء. كابتن محمود الخطيب استقر على العمري فاروق نائبا للرئيس في قائمته التي سيترشح بها، استقر على في امانة الصندوق على الاستاذ خالد الضرندلي. يعني استقرت نتيجة الانتخابات قبل الانتخابات؟ لا، استقر على اختيار قائمته. القائمة التي قائمة حضرتك عارفة ان الكابتن محمود الخطيب هينزل بقائمة، كابتن المهندس محمود طاهر هينزل بقائمة. استقر الكابتن محمود الخطيب على اختيار العمري فاروق نائبا له في قائمته التي سترشح بها في انتخابات النادي الاهلي المقبله، استقر على وجود المحاسب او الاستاذ خالد الضرندلي على منصب امانه الصندوق، وضمت العضويه عدد من الاسماء البارزه والمرشحه للتواجد بقوه مع الكابتن محمود الخطيب، ابرزها الاستاذ خالد مرتجي العضو الاسبق في مجلس اداره النادي الاهلي، ابان تولي الكابتن حسن حمدي المهمه، وابان فتره الكابتن محمود الخطيب عندما كان نائبا للرئيس، ومعه عدد من الاسماء منهم احمد سراج، محمد الجرحي، محمد الضماطي، مهند مجدي وهو العضو الذي كان في مجلس كان يعتبر العضو المنشق عن قائمه المهندس محمود طاهر، والذي كان متواجدا في مجلس الاداره الحالي والذي انشق عن المجلس الحالي في مفاجاه تعتبر لم يتوقعها الكثيرون داخل القلعة الحمراء، ومعهم السباحة الدولية الكابتن رانيا علواني عضو اللجنة الأولمبية المصرية وعضو مجلس الإدارة الأسبق للنادي الأهلي، والذي أعلنت خوضها للانتخابات على قائمة الكابتن محمود الخطيب. المعسكر الثاني وهو يشغله الرئيس الحالي المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، والذي لا يتكتم يعني يتكتم الحذر ويفرض سرية على قوام قائمته، وخصوصا منصب النائب بالتحديد الذي لم يستقر او لم يعلن او لم تتضح ملامحه، وان كان الكابتن طاهر ابو زيد عضو مجلس الشعب ونجم النادي الاهلي الاسبق وعضو مجلس الإدارة إبان فترة الكابتن صالح سليم وإبان فترة الكابتن حسن حمدي، مرشح بقوة لترك مقعد نائب رئيس على قائمة المهندس محمود طاهر.
استقر المهندس محمود طاهر في أمانة الصندوق على المحاسب الأستاذ كامل داير، والذي يتواجد كأمين صندوق في المجلس الحالي. واستقر أيضا على رجل الأعمال إيهاب ماضي كعضو في مجلس إدارته الجديد، ومعه الثلاثي مروان هشام ومحمد جمال وليل وعماد وحيد، وهما الثلاثة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. ويتكتم المهندس محمود طاهر على بقية أعضاء مجلسه، وإن كان يؤكد لكل المقربين له أن القائمة ستشهد مفاجآت مدوية، وأنه عازم على اختيار قائمة قد تكتسح في الانتخابات المقبلة. طيب أستاذ إيهاب، خليني أعرض عليك يعني الآراء الفريقين. يعني في اتجاهات كتير قوي من أعضاء النادي والجماهير بأن الكابتن محمود الخطيب بتدرجه في النادي من أول ما كان لاعب مميز وشغله العديد من المناصب الإدارية في النادي الأهلي مسبقا، يعني في فريق كبير شايفين أنه هو الأحق بالمنصب، في حين ان في ايضا اعضاء من النادي والجماهير بعرض انجازات محمود طاهر في النادي كان في يعني الفريقين متواجدين بقوه على الارض. في رايك مين احق بالمنصب؟ الاحقيه لمن يفرز الصندوق، ولكن لما نيجي نتكلم على الارض الواقع ستكون انتخابات الاهلي في هذه المره هي الاشرف على مر تاريخ النادي الاهلي. لأول مرة منذ يعني سنوات عديدة من يعني منذ إطلاق الانتخابات في النادي الأهلي، طول عمرنا بنعرف إن النادي الأهلي هو رئيس واحد بس اللي بيبقى الأقوى والأوفر حظوظا مهما كان الطرف الأخر القدام، ولكن يعني هذه المرة وده أمر أنا شايفه أمر يعني صحي جدا للغاية، إن النادي الأهلي يبقى عنده اثنين من الرؤساء، لا انا ولا حضرتك ولا اي حد يقدر يجزم من هو الاقرب فيهم. محمود الخطيب بشعبيته الجارفه وبتدرجه في مناصب عده بدايه من عضويته لمجلس الاداره ووصوله لامانه الصندوق ووصوله لمنصب النائب في عهد الكابتن حسن حمدي، وما حققه مجلس اداره النادي الكابتن حسن حمدي من انجازات، وما حققه الكابتن محمود الخطيب في تاريخه سواء الاداري او الصراع من انجازات، يحطنا قدام رمز مهم في القلعة الحمراء. على الجانب الآخر المهندس محمود طاهر، ولا يمكنني ولا يمكن لأي مخلوق أن يبخسوا حقه في النجاحات التي حققها المهندس محمود طاهر عندما كان عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة الكابتن المرحوم الراحل الكابتن صالح سليم، وعندما تولى المهمة إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي في ظروف غاية الصعوبة، ظروف غاية القسوة نعلمها جميعا ويعلمها أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ولكنه قدر في فترة وجيزة جدا، قدر في فترة الكرة المصرية والرياضة المصرية وكل الأحوال المصرية بأسرها كانت بتمر بظروف غاية الصعوبة، لكنه قدر إن هو يجمع بين كل حاجة، قدر يعمل النجاح الإداري يحقق. وضحت الصورة. فإحنا أمام يعني اثنين كلاهما اصعب من الاخر. انا لا يمكنني ان اقول من هو المرشح الاقوى، ولكن لا اقدر اقول لحضرتك ان هتبقى الانتخابات صعبة جدا. الذي سيفوز بالانتخابات يعني هيبقى الفارق ضئيل للغاية في التفوق على المنافس الاخر. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي إيهاب الفولي على المداخلة معنا على شاشة أون تي في لايف.